مشاهدي ومتابعي الكرام في قناتي عبر اليوتيوب، مرحبا بكم. حبيت احكي لكم على واحد النقطه مهمه جدا، وكان بزاف ناس بونش وشفت انايا بلي كاين ناس بزاف راهم يغلطوا فيهم في اليوتيوبر ديجا ديزالجيري تاعنا. وكاينه تاني حاجه اللي حبيت نقولها لكم، انه تاني هاد النقطه اللي حبيت نحكيها لكم تاخذوها بعين الاعتبار مليحه ليكم وباش تستنفعوا بها. واش معناتها؟ معناتها كي نقول لك هاد العفسه تحب تطبقها تحب ما تطبقهاش لانه كما يقولوا مجرد اقتراح فقط، يعني مجرد نصيحه. تسمى تحب تاخذها بعين الاعتبار تاخذها عادي، ما حبيتش ادي تولي حر. يعني ما تحكيليش واش يقولوا اليوتيوبر الاخرين، لانه اغلبيتهم يحكي لكش لي ما يعطيلكش الموضوع، لب الموضوع يعطي لك كما نقولوا من الفوق، يشبه لك من الفوق من الداخل. ما تعرف بالك انت ما تعرفش، ولا ما كنتش نعرف كي جيت لهنا بغيت نعرف. حبيت نحكي لكم على الديليفرو اللي هو موزع الوجبات في بريطانيا. حاجه اللي حبيت نقول لكم باللي انه حاجه الاولى، كي لا بليبال اللي ما عندهمش ليميتي وحيخدموا وما عندهمش واش يخدموا، يقول لك انا نحب نخدم ديليفرو. حاجه الاولى اللي راح نعطيها لكم انه اسعار الفيلوات هنا في بريطانيا، يعني العيانين كاع حيكونوا من 200 باوند 300 باوند الى غايه 1000 حتى 1500 باوند، اللي لازم عندها الكتريك، يعني اللي تمشي بالكهرباء بتريسيتي تشارجيها في الدار. هذه هي اللي تنفعكم وما تشوش تاع 200 300. انا تاخذوا رايي شو تاع 1000 الى قدرتو 1000 باوند، غالي حوالي 25 مليون بالدينار الجزائري. بالنسبه للدول العربيه الاخرى ما عنديش معلومه شحال راهي 1000 باوند بالعمله، يعني السعر تاعها يكون يعني المليح اللي تساعدك من الجانب البدني، اللي فيها تريسيتي اللي فيها بطاريه اللي فيها لاباتري، هي اللي حتنفعك. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، لازم تاني تعرفوا انه فصل الشتاء في بريطانيا، الشتاء تاع بريطانيا ما هو الشتاء تاع الجزائر، وما هو الشتاء تاع المغرب، وما هو الشتاء تاع تونس، وما هو الشتاء تاع اي دوله عربيه او دوله افريقيه. يعني الشتاء تاع بريطانيا حيكون بزاف صعيب، الظلمة طيح بكري والظروف قاسية نوعا ما. يعني كي نقول لك الظروف قاسية حكيت من الكوتي تاع البرد، والشتاء بالك طيح عليك نهار كومبلي. يعني انا واش حبيت نقول لكم بلي ماهيش خدمة اللي لازم تكلوا عليها الدخل تاعكم الاسبوعي. يعني انا مادا بيا نقول لكم، حبيت نقول لكم ديروها الدخل تاعكم تاع يومين في السمانة، ولا كي يكون عندك الفيت ديرها، يعني ما تكلوش عليها. لانه من جانب الجو، الحاجه اللي تتسرق بزاف في بريطانيا الدراجات الهوائيه اللي بيسكلات، يعني الفيلوات رايم كلاسين نمبر 1 في سرقه الفيلوات، يسرقوا فيهم سون بيتي. ما نقولكم شكون يسرقوا فيهم، شكون على بالكم شكون يسرق فيهم من ابناء طبعا المسلمين من الدول العربيه، والله هما اللي يسرقوا في الفيلوات. يعني يسرقوا السرقه رايم كلاسيه في بريطانيا في الترتيب العام دي اكثر اشياء تتعرض للسرقه هي الفيلوات. يعني مهما كان، يعني انت اي نقطه تستهزأ فيها يدوها لك انت وما تعرفش. تسمى لازم تشري واحد زوج ولا ثلاثه لي اونتيفول، تاع عدد السارقه هذوك لي كروشي، جو سي با انا واش يقولوا لهم بالعربيه الفصحى، ولا حنا اونتيفول اللي هو تاع السرقه وخلاص. لي كروشي يكونوا حاجه مليحه وتعرفوا تخليها على خاطرش سرقه. بعد ما نمبر 1 في السرقه الفيلوات والمطوات، دير محفي بالك باللي احد اكبر ارتفاع حوادث المرور في بريطانيا اللي كانت فيها العديد من اللي ماتوا الله يرحمهم، بون صدق الله يربي اللي يرحمهم المسلمين تاوعنا والاجانب، بون ما يجوزناش نترحموا عليهم. المهم النقطه هذه انه كاين عديد اللي قتلوهم ماشي بالعنيد، حادث مرور، ويعود سبب ذلك يعود سبب. حتقول لي لا في بريطانيا كاين ممر خاص بالفيلوات، راني معاك كاين ممر خاص بالفيلوات وتاريخ معترف به وكذا وعنده تاريخ خاص به، ولكن البريطانيين الحاجه اللي لاحظتها انا شخصيا، وكان صديق تاعي تاني حسين عنده 30 سنه هنا في بريطانيا، ما يعرفوش يسوقوا البريطانيه، سواء النساء سواء يعني سواء الافارقه اللي راهم هنايا ولا العديد من الاجناس، السياقه تاعهم كارثيه جدا. انا ماركيتها وشاهدتهم، وكي تجوا لهنا تشوفوا انه الروض طالعين فوق تروطوار، يعفسوا الفونو الروضات معوجه فوق تروطوار مزيره ما يسوقوش كي يدوروا يطلعوا فوق تريطوار باش يدوروا. والله يا خاوتي سوق السياقه تاعهم كارثيه باتمام معنى الكلمه. المهم النقطه اللي حبيت نقولها لكم بلي انه بريطانيا لكم بعد السرقه تاع الفيلوات كاين حوادث المرور تاع الفيلوات، لانه خاصه يوم السبت اللي يكون فيه كثره الخدمه، اصحاب لي ديليفرو
ومن جهه يكثروا هو يوم خاص للبريطاني تاع السكره، يعني صغارا وكبارا شيوخا وشاب قاع يروحوا يسكروا قاع يجوا خابطين. اذا فحدث او يعني حاله يعني خطيره جدا. انا مش نخلع فيكم باش ديروا مليح في بالكم، انا فقط نمد لكم المعلومات، انا نمد لكم المعلومات ونمد لكم اقتراحات فقط باش تاخذوها بعين الاعتبار. صح الدخل تاعها مليح والدخل تاعها مليح للناس اللي ما عندهاش ميتي، ولكن في قلت لكم فيها هاد الامور اللي ما ذكروهاش عباد واحد اخرين وراهم يراسلوني عبر الانستغرام، تطبيق الانستغرام اللي لم يحوشوا عليه ثاني في تطبيق الانستغرام تاعي في التعليقات راهو توجور يخرج لكم معنا نورمالمون، راهو يخرج هنا دوك ولا يخرج في الديبي تاع الفيديو خاطر التطبيق تاعي راهو هنا تاع الانستغرام. المهم لهم يتواصلوا معايا قالوا لي بلي ديليفرو مليحه مليحه، ولكن انا صراحه ما حبيتش نكذب عليكم ولا باش نطبعكم على رسالكم، انه لازم تعرفوا الايجابيه تاعها والسلبيه تاعها. السلبيه تاعها هضره الايجابيه صح انك تخدم بلا ميتي الفيلو تشريها تبدا تخدم تشري الساكودو هذاك يدير 50 باوند ولا 40 باوند، ولكن عنده ايضا اثار واحد اخرين، يعني ما ناخذوهاش انه صح تخلص واحد 70 تقدر تخدم 80. كاين ناس يقول لك نخدم 110، انا صراحه ماش حتى واحد يخدم بهذا البري، ولكن من كوتي انه صح تخدم كيما تحب تنوض كيما تحب، ولكن هذا موش حل. سموش حبيت نقترح عليكم انه ديروها خدمه اضافيه، يعني ما ديروها دخل رسمي، يعني ما تاكلوش عليها الديليفرو، لانه المخاطر تاعها تقدر تشري انت فيلو تاع 200 300 باوند وتخليها بالك تغفل فيها تغفل عليها واحد 5 دقائق يدوها لك. قلت لكم باللي حاله سرقه كبيره في لندن ولا في بريطانيا بصفه عامه الفيلوات، ولا راهم يسرقوا فيهم قلت لكم عليهم شكون اللي يسرقوا فيهم. المهم انا مش حاب نحكي في هذه النقطه، وحتى الدراجات الناريه راهي تتعرض بزاف للسرقه، يسرقوهم يدوش يدو يخلوها اكسيتيرا. راح تقول لي علاه؟ لا خاطرش كوم يكثروا هاد العباد الشرطه ما تقدرش ما لقيتو كاين كاميرات، ولكن حنا العرب تاوعنا واحد ما يقدر لهم على كل حال. لهذا حبيت نشارككم برك هاد النقاط، تحبوا تاخذوهم بعين الاعتبار خاوتي خذوهم بالاعتبار، ما تحبوش هذا مجرد راي تاعي وجهه نظر تاعي، ومدت لكم المعلومه اللي تقدروا تستفادوا منها مستقبلا باش تعرفوا انه الفيلو راهي تتسرق. الفيلو في الشتاء راهي واعره بزاف في بريطانيا، بالاضافه الى حوادث المرور، بالرغم ان الدخل تاعها مليح وتبقي تاعها مليح وتكري فقط. ما نسيتش النقطه لازم قلت لكم ما باش ذكرتها في بدايه الفيديو، الكراء هنا لازم ديروا ثاني حساب الكراء تاع الحساب، لانه ما تقدرش تفتح حساب تاعك اون بيرسون لانك فيزا سياحيه ويدوموندي واحد الوثائق في لابليكاسيون اللي حتطلع بها طلع بها لابليكاسيون باش تقدر يسرحوها لك تمشي. ثم انت مضطر انك تكريها، والكراء تاعها حسب علمي في المدن خارج لندن 50 باوند اليوم، بالك في لندن بالك حتى 100 باوند، لانه بالك تقدر ديرها في نهار. لهذا ديروا حسابكم وديروا احتمالات تاعكم وخذوا هذه المعلومه بعين الاعتبار. ان شاء الله في نهايه المطاف وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وان شاء الله نكون خفيف عليكم. ان شاء الله اي موضوع اخر الناس ثاني الناس في التعليقات ما يتخلقوش على المواضيع، لانه ما نقدرش ندير كامل المواضيع دفعه واحده، راني نجي حاجه بحاجه، فيه موديفيكاسيون تاع الفيديو، فيه التوقيت، فيه بزاف امور، فيه العمل تاعي الخاص، فيه حياتي الشخصيه. لهذا نتمنى من الناس يصبروا عليا باش كل نسي كل يوم ندير زوج دي فيديو ولا كل يوم ندير فيديو باش نقدر نعاونكم. في نهايه المطاف نشكركم على المتابعه والاصغاء، ان شاء الله نتلاقاو في حصه جديده ان شاء الله. نحسدوا روحي شغل نهضرني في قناه تلفزيون، مي معليش الى اللقاء.